ومن جولة في التاريخ إلى جولات وجولة كذلك في تكنولوجيات الاتصالات. فمن بين ما تمخض عن تكنولوجيات الاتصال الحديثة وبالأخص شبكة الأنترنت، المنتديات الإلكترونية العلمية المستعملة بكثرة في الوسط الجامعي والطلابي بالأخص، والتي تعد أشهر أشكال البرامج الإلكترونية التفاعلية التي تسارع تكاثرها في السنوات القليلة الماضية. عن استعمالات وأهمية هذه المنتديات تحدثنا سهام جبارة. تعد المنتديات الإلكترونية العلمية من أهم نتائج تكنولوجيات الاتصال الحديثة المستخدمة من طرف الشريحة الطلابية للتواصل العلمي، والإقبال عليها بشكل ملفت في السنوات الأخيرة يشهد تصاعد مستمر. لماذا؟ لأن المنتديات هذه تضم مصالح تلتقي فيها كل طلبات المستخدمين. ومن أهم المنتديات التي يتم التسجيل على مستواها نجد المنتديات العلمية، منتديات الجلفة، منتديات التعليم الجامعي، منتدى طلبة الجامعات الجزائرية. منتدى الجلفة فيها أكثر من 350 قسم، تضم أقسام إسلامية وأقسام خاصة بالجامعة وأقسام التوظيف، الأقسام التي تهتم بالطلبة خاصة الجامعة، عندنا أقسام الحوار الأكاديمي، أقسام الدراسات العليا، أقسام الاستشارات، قسم الاستشارات القانونية، أقسام أمهات، قسم أمهات الكتب، لوحة الإعلانات وفيها تكون مسابقات الماجستير وطلبات الأسئلة والأجوبة. الحوار والتواصل، اقتراح مواضيع والإجابة على إشكاليات أخرى، تبادل الخبرات والنقاشات حول مواضيع عامة واختصاصية، هذا ما تتيحه هذه المنتديات للطالب الجامعي. On considère que ces forums-là sont de plus en plus d'usage fréquent par les étudiants qui consultent les ouvrages théoriques, tout ce qui est théorique, et les travaux de recherche qu'on trouve dans ces forums-là. C'est ce qui spécifie les forums pour nous. Tout ce qui est enregistré dans ces forums nous aide à faire, ils nous permettent d'approfondir nos connaissances et d'avancer dans nos projets de recherche aussi. مؤخرا التقيت بطلب مساعده من قبل المستعمله تقول يعني ساعدوني في عرض تجربتكم حول مقابلات التوظيف، فقالت يعني لو لديكم ادنى فكره ستكون يمكن ان تساعدني. فقلت لها ربما تتعلق الاسئله بتجربتك المهنيه السابقه او تخصصك في المجال او مثلا المواقف اللي رايحه تصادفك في مهمتك هذه. وللاشاره فهناك طاقم من المشرفين يتولون مراقبه هذه الصفحات لضمان مصداقيه واخلاقيه المعلومه. هناك بداية المراقبة، وفي المنتديات نقدر نقول لها مراقبة بعدية، يعني بعد ما يشارك العضو، بعد ما يسجل ويشارك العضو تكون هناك مراقبة بعدية، يعني المشرف على القسم أو المشرفين أو حتى الأعضاء يمكنهم إبداء آرائهم في ذاك المحتوى، وبذلك يكون مستعدا للإدلاء برأيه أو تعديل المشاركة أو حذفها مباشرة إذا كانت ليس لها مصداقية. وفي الأخير لا يوجد أسهل من التسجيل في المنتدى، فيكفي إدخال اسم العضو وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني بالإضافة إلى معلومات شخصية للطالب، ومن ثم المشاركة.